اليوم عندنا فيزيك وفلسفة. فيزيك هي تاني مادة أساسية، معامل تاعها 5. رانا خايفين منها باسكو خدمناش في المات، ما لازم اليوم نخدمو فيزيك. إن شاء الله يعطونا يكون موضوع سهل، يكون في متناول الجميع ونقدروا نحلوه. فيزيك معامل مادة أساسية إن شاء الله تكون سهلة، ونتمنوا كاع النجاح إن شاء الله. فيزيك إن شاء الله يجي سهل، إن شاء الله يجي سهل لي أنا والجامع قاعد.